كابتن ميدو، انا عندي معلومه وخليك بقى صريح معايا يا كابتن ميدو، عندي معلومه ان انت بعد ايقاف رزاق انت بترجع وبتتمرن بقوه، قاعد في ماتش الشرطه الكابتن، فوجئت ان الكابتن حسن شحاته ما بيعتمدش عليك وقعدك احتياطي وما لعبكش، انت من جواك اتضايقت جدا، تركت الفريق قبل المباراه ما 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 يعني ما 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 تكمل يعني، ومشيت زعلان ولم تحضر تدريب النهارده، وقلت لهم ان انا عندي برد، وانت من جواك نفسيا متضايق من اللي بيحصل لك في نادي الزمالك، ومن قبليها خناقتك او ما قيل عن مشكلتك مع الاستاذ ممدوح عباس بسبب مطالبتك بالفلوس. وتاني حاجه ميدو، جمهور الزمالك بيعشقك وبيحبك، كان في مشكله من بعد طبعا ما جيت والقصه اللي حصلت دي، الكارثه اللي حصلت بعدم قيدك، عدت وحتى الان لم يعود ميدو كما يراه جمهور نادي الزمالك، ويامل جمهور نادي الزمالك في ان ميدو يرجع ميدو بتاع مارسيليا وميدو بتاع اياكس وميدو بتاع توتنهام وميدو بتاع ميدلزبرا، ميدو اللي في المره الاولى لما رجع مع حسام حسن بدا يتالق وبدا وضعه يختلف، بيلعب مباراه اهلي وزمالك بيكون نجم الفريق ونجم ال 22 لاعب، فين ميدو؟ الناس ابتدت تقلق ميدو، وهل فعلا في مشاكل ما بينك وما بين الجهاز الفني ولا لا؟ لا طبعا ما فيش اي مشكله بيني وبين الجهاز الفني، والمشكله اللي اثيرت حوالين ماتش الشرطه دي مشكله ما لهاش اي اساس من الصحه. يعني المشكله الرئيسيه هي مشكله مع الاستاذ ممدوح عباس رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. ويعني ان انا فوجئت في زياره المكتب الاستاذ ممدوح عباس من حوالي اسبوعين فاتوا، ان احنا كنا بنتكلم على حاجات ثانيه خالص غير المستحقات الماديه بتاعتي. تمام. وان انا لما تفرقنا للمستحقات الماديه بتاعتي فوجئت الاستاذ ممدوح عباس، يعني لما انا بساله عن يعني قبليها الاول قبل ما اخش في الزياره دي. الزياره دي انا كنت بدعو ليها طبعا. يعني ان انا كان الكابتن ابراهيم يوسف والكابتن حازم امام قعدوا معايا وطلبوني ان انا يعني ان انا اللعيب الوحيد اللي ما خدتش مستحقاتي من نسبه 25%، وطلبوني ان انا استنى شويه، وطبعا قلت لهم ما فيش مشكله، يعني انا يعني طول ما في مشكله في نادي الزمالك انا راجل استنى، ما فيش مشكله، والناس كلها عارفه مواقفي من الناحيه الماديه من نادي الزمالك. لكن في زيارتي للمكتب الاستاذ ممدوح عباس وبتطرق على مستحقاتي الماديه، فوجئت برئيس النادي بيقول لي ان انا مش محتاج فلوس عشان اطلب فلوس. دي الناحيه الاولانيه. والناحيه الثانيه فوجئت برئيس النادي بيقول لي ان انا يعني ما لعبتش بحاجه ان انا اطلب بيها فلوس في نادي الزمالك. يعني قال لك العب الاول وبعد كده، او انت ما لعبتش فعايز فلوس ليه يعني؟ دي نمره واحد، والنمره الثانيه ان انا راجل مش محتاج فلوس فازاي اطلب فلوس. فطبعا يعني الكلام ده طبعا مش موجود في اي حته في العالم. الكلام ده انا عمري ما سمعت عنه في اي حته انا لعبت فيها، وقلت للاستاذ ممدوح ان الكلام ده ما ينفعش، والكلام ده يعني كلام غريب وكلام عمري ما سمعت عنه في اي حته. ففوجئت بالاستاذ ممدوح عباس بيطردني بره مكتبه. بيطردك؟ بيطردني بره مكتبه وقال لي اطلع بره مكتبي. واطلع بره. فطبعا يعني انا طلعت بكل هدوء احتراما لنادي الزمالك واحتراما. بس يا ميدو معلش هقول لك حاجه، انت من الواضح ان هو ما قال لك انت مش محتاج فلوس في حاجه، فانت رديت رد قوي شويه، لان مش معقول هيقول لك اطلع بره لوحدك كده. بس رد ما فيهوش اي اساءه. طبعا انت تعرفني كويس جدا وتعلم تماما ان انا عمري ما اسيء حد اكبر مني. وان انا بعامل كل الناس اللي اكبر مني بكل احترام. وجئت برئيس نادي الزمالك ان هو بيطردني بره مكتبه الخاص. طبعا انت عارف لما حد يدعوك جوه مكتبه ولا يدعوك جوه بيته. بالظبط.
للاسف فوجئت برئيس نادي الزمالك بيطردني بره مكتبه بيقول لي اطلع بره مكتبي. فطبعا انا طلعت بكل هدوء احتراما للموقف، ويعني عايز اقول ان الموقف ده كان هو يعني بدايه تفكيري في نهايتي جوه نادي الزمالك، ان انا اتعرض لهذا الموقف من رئيس النادي. اعتقد بعد كل مواقفي اللي الناس كلها عارفاها مع نادي الزمالك، اعتقد ان انا لا استحق ان اعامل يعني ان اعامل بهذا الشكل. ميدو هل ده قلق خلى الجهاز الفني يقلب عليك شويه؟ بعيدا عن اسمي وبعيدا عن انا مين يا كابتن خالد، يعني اصغر لعيب في نادي الزمالك لا يستحق ان هو يعامل بهذا الشكل. تمام. طبعا الكلام ده يشهد عليه ناس كثيره جدا كانوا موجودين، منهم الاستاذ رؤوف جاسر، ومنهم هاني شكري، ومنهم الدكتور مدحت العدل، ومنهم ناس كثيره جدا يعني كبار الزمالكاويه في البلد. وانا يعني مش عايز اقول لك ان انا من يوميها خدت قرار ان انا لا يمكن يكون ليا وجود في نادي الزمالك بهذا الشكل. الناس كلها تعلم تماما ان انا في الفتره اللي فاتت رغم ان انا اللعيب الوحيد اللي ما خدتش مستحقاتي، ان انا عمري ما طلبت مستحقاتي. وان انا الاستاذ ممدوح عباس كان في الفتره الاولانيه ليا في الزمالك هو اللي تعاقد معايا، وهو اللي يعني ما اوفاش بالاتفاق المادي اللي كان بيني وبينه، ورغم ذلك انا رحلت عن نادي الزمالك وتركت 5 مليون جنيه لنادي الزمالك عشان ما يتقالش ان ميدو اتكلم عن الفلوس. ميدو يعني بمنتهى الصراحه لم يبقى الا مباراتين فقط لنادي الزمالك، منهم مباراه المغرب الفاسي في المغرب، ولن تسافر، انت مش هتسافر، ولم يبقى الا مباراه العوده وهي مباراه يوم 12، وبعديها الموسم هينتهي بالنسبه لكل لعيبه نادي الزمالك، وهيكون هناك اجازه ثم العوده مره اخرى لمعسكر اعداد، ونتمنى ان شاء الله يكون لدوري المجموعات ودوري جديد. ميدو شايف نفسه مكمل مع الزمالك ولا ميدو سيرحل عن نادي الزمالك؟ ميدو عنده مشكله مع الجهاز الفني؟ هل الجهاز الفني قلب عليك؟ لا مشكله خالص والله كابتن خالد، ما فيش مشكله مع الجهاز الفني يعني. لا انا قصدي يعني بعد ما الاستاذ ممدوح عباس عمل معاك كده، هل شفت ان الجهاز الفني؟ الجهاز الفني بالعكس، الجهاز الفني انا رايي ان بتم ليهم كل الاحترام، ما فيش اي مشكله معاهم من الناحيه الفنيه. يعني انت ما زعلتش ماتش الشرطه ميدو ان انت ما لعبتش؟ لا خالص والله مفيش اي مشكله في يعني مفيش اي مشكله من الناحيه الفنيه. لكن ان انا ابن نادي الزمالك وان انا راجل بلع في نادي الزمالك من وانا تحت 7 سنين، وان انا اكتر لعيب في تاريخ نادي الزمالك دخلت في هذا النادي فلوس، والتاريخ يشهد على الكلام اللي انا بقوله ده، ان انا اعامل بهذا الشكل، وان انا اطرد من مكتب رئيس النادي، فاعتقد ان هذا يكفي ان انا نمره واحد ان انا اخد قرار ان انا مش هلعب في نادي الزمالك مره ثانيه، دي نمره واحد. ونمره اثنين ان انا ادام هو ده منطق التفكير بالنسبه لمجلس الاداره وبالنسبه للاستاذ ممدوح عباس، فانا هطالب بمستحقاتي بالناحيه القانونيه. وان انا اللي بيني وبين مجلس الاداره وبيني وبين الاستاذ ممدوح عباس هو عقدي مع النادي ومطالبتي بمستحقاتي من الناحيه القانونيه. تمام. طالما ما فيش تقدير معنوي من وجهه نظرك او ادبي للاعب هو ابن من ابناء نادي الزمالك، فاذا سيكون المطالبه قانونيه، يعني العقد شريعه المتعاقدين، وبيني وبينك عقد بعد ما كان بيني وبينك ود. طبعا الناس عارفه كلها ايه موقفي قبل كده من الناحيه الماديه من نادي الزمالك، انا عمري ما طلبت فلوس من نادي الزمالك. وانا جيت قبل كده يعني تعاقدت مع نادي الزمالك ب 7 مليون جنيه، ما خدتش منهم الا 500,000 او 600,000 جنيه ومشيت وسبت بقيه الفلوس، يعني سبت بقيه الفلوس من غير ما اتكلم فيها. واعتقد ان مفيش بني ادم عمل كده مع نادي الزمالك، يعني مفيش بني ادم كده عمل مع اي نادي في مصر. طيب ميدو انا عمري ما اتكلمت في الناحيه الماديه، لكن لما توصل للمرحله
ان انا يعني اتواجد في ظرف ما بدعوه ويتم طردي من رئيس النادي ومكتبه الخاص، فاعتقد ان هي دي اسوأ الظروف اللي ممكن يتعرض ليها لاعب كره في اي نادي وفي اي ظرف.